تعالوا نقول كده سريعا مين عيان هنعمله ايه؟ انهي تكنيك بقى وانهي مين قصره ومين جراحه وكده. اوبسلي السنترز المختلفه عندها بريفرنسز مختلفه. انما في توجه كده واتليست اللي احنا بنستخدمه يعني انه لو في عيان عنده localized coarctation اللي هو discrete coarctation بس في الجزء بتاع distal isthmus انما القرش كويس او الاسمه الصغيره شويه including الحته بتاعت الديستال قرش ومن ساعتها ممكن نعمل coarctectomy واكسند انتو اندرسموس ودي حاجه بنعملها من ثوراكوتومي كويس. لو البروكسيمال قرش كمان هايبوبلاستيك ومن ساعتها بنعملها من السيرنوتومي وبنعمل فول قرش ريبير عادة بيكسند انتو اند او بباتش او احنا بقالنا فترة كده عندنا انفزيازم جامد على تكنيك كده اسمه ارش ادفانسمنت او يعني احنا فبنحط ديسندنج على سندنج عدل ونكسكلود الارش اوكي. فاللي انا اقصده ان احنا لو الارش هيبوبلاستيك بنروح نعمل سيرنوتومي وفول باي باس بسيركيتوري ارست ايذر توتال سيركيتوري ارست او انتجريت سيرم بيرفيوجن ونعمل ارش ريبير من السيرنوتومي كويس. طيب لو في عيان فيرست بريزنتيشن هو ادلت كوارتيشن وبالذات لو كان ديسكريت كوارتيشن عاده ده بنعمله استار وساعتها هيحط كفر سنت ميكينج شور ان الاناتومي بتاعه يسمح وانه السبليجن مش هيبقى جيد وحاجات شبه كده اوكي. انما ده جزء كونتروفيرشال شويه علشان هو لو عمل جراحه برضو ممكن يعمل انتربوزيشن جرافت لانه هيحط ادلت سايز فدي حاجه ينفع كده او كده. الاكيد عاده بنفضل فيها القسطره العيان اللي حصل له ريكرنس بعد الجراحه اوكي. فلو في عيان عمل جراحه حصل له ريكرنس عاده الفيرست تشويس هنا بيبقى ستنتنج لاسباب مختلفه. لاسباب ان احنا مبدئيا الجراحه اللي بعدها تبقى اصعب بكتير جزء مش قليل من عمليات الكوارتيشن بتطلب موبيلايزيشن جامد قوي للقرش كله ببرانشاته بالديسندنج بالكولاترالز بكل الحاجات دي. في الريكرنس الموضوع هيبقى اصعب بكتير اوكي. ينفع انما اصعب بكتير. الحاجه الثانيه انه اكتر حاجه بنخاف منها بعد الستنتنج انه يحصل اورتيك انيريزمز او رابتشر. عاده ان الادهيجنز دي اكشلي بتكونتين الكلام دوت ونادرا جدا ما بيحصل انيريزمز في عيان عامل عمليه بكده من الادهيجنز اللي حواليه. فهي مبدئيا هي بروتكتد يعني فالقسطره كويسه ومشاكلها اقل انما كمان الجراحه هتبقى اصعب اوكي. فالخطه كده الفيرست تشويس بتاعنا كوركتكتومي وستند انتو اند لو هو ديسكريت. لو هو هيبلاستيك ارش بنعمل سترنوتومي وارش ريبير من سترنوتومي. لو هو ريكرنت بعد جراحه عاده بنعمل ستنت. مين عنده اسئله؟ شكرا.